عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم وعلى كل اللي بتحبوهم يا رب العالمين. طبعا احنا النهاردة بقى اول يوم العيد وان شاء الله هنبقى معاكم طول ايام العيد. وطبعا احنا كنا معاكم طول فترة شهر رمضان اللي فات، كنا بنقدم لكم اكلة بلدي معمر وقنديل عند السيدات المصريات الحلوين اللي عملونا. انا حابة ان انا اشكرهم طبعا واشكر كل ضيوفي اللي شرفوني في برنامج اكلة بلدي طوال شهر رمضان. وكمان حابة اشكركم على ارائكم وتعليقاتكم الجميلة اللي بتوصل لي، واللي هي بفضلها ان احنا كملنا في العيد وان شاء الله هنكمل كمان بعد العيد. وان شاء الله هنعمل البرنامج على طول، هيستمر بعد العيد. وبعتولنا بقى اللي حابب ان هو يكون جزء من البرنامج ويظهر معانا ونروح له بيته ونعمل معاه اكلات، طبعا هنكون معاكم ويشرفني قبل ما يشرفكم طبعا. ايه رأيكم بقى النهاردة نبدأ اول يوم في العيد وتحذروا فزروا بقى هنعمل ايه؟ طبعا هنعمل اول حاجة الكحك. الكحك ده لا يخلى منه اي بيت مصري ان شاء الله. بصوا النهارده هنعمله بتكات كده، هيبقى معاكي زي المحلات الجاهزه بالظبط. هي تكايه واحده بس هنقولها لكم خلال الحلقه، بس انتوا بس ايه افضلوا متابعين الحلقه عشان هقول لكم اسرار الكحك مع طبعا مع الشيف ليلى اللي نورتني قبل كده في حلقاتي في رمضان. انتظروا بقى الحلقه ان شاء الله. يلا بينا نبدا نشوف المقادير بتاعتنا. ورجعنا لكم تاني. طبعا اول يوم كده العيد لازم ناكل الكحك دون، حاجة كده سمة وعادات احنا طبعا لازم نعملها. بس احنا طبعا هنعمل النهاردة معاكم الكحك كده في البيت، لان طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين احنا قاعدين في البيت بقى، وكمان عشان موضوع الحظر والكورونا وخدين الاحتياطات الاحترازية بتاعتنا وكده، فقلنا نعمل معاكم الكحك البيتي بقى، بس هيطلع احسن من المحلات وانضف بكتير صدقوني، يعني احسن من طبعا من الجاهز ده. لان انا لاحظت كتير ان الناس كتير بقى ما بقتش تعمل الجاهز كده، ولا بقى كان زمان بنعمل الجاهز ونروح استيجان بقى نعمل استيجان ونقعد ننقش فيه ونقعد كده قاعده كده عائليه نقعد نعمل في الكحك. كانت احلى ايام بصراحه، ولا ايه يا مدام ليلى؟ كانت استيجان بتلف كل سنه وانت طيبه. الاول مره طبعا كنت اقول لك كل سنه طيبه. نورتيني وشرفتيني، وكل الكادر طبعا نوروني وحبايبي. النهارده معانا الشيف ليلى النجار منورانا كده كعادتها، كانت طبعا معانا في برنامجنا اكله بلدي مع مروه قنديل في شهر رمضان، نورتنا في حلقات والنهارده ان شاء الله تنورنا في حلقات العيد. حبيبتي تسلمي لي يا مروه. الكحك ده يعني عايزه اقول لك تراثنا بقى، احنا وارثينه عن الامهات والاجداد، وكان العيد ده لازم سجان الكحك دي بتلف على الشارع كل ما بتروحش للفرن. ايوه مش عارفه من خدتها ومن كده، ونفضل من بيت لبيت نعمل الكحك، كل واحده تدوق الثانيه بقى كحكها ونشوف مين احلى كحك. واحنا ليه ما بينيش نعمل كده؟ اهو بقى الدنيا اتطورت يا مروه، بس برضه هنعمله النهارده في البيت زي الجاهز ويمكن احلى كمان. اسهل مقادير زي ما انا عودتك معايا وعودت كل مشاهدينا في برنامج اكله بلدي، ان احنا بنعمل الحاجه باسهل مقادير واسرع حاجه لست البيت. يا رب كده هنشوف النهارده هنعملها وتحدي معاكم، هنشوف بقى تطلع في الاخر زي فعلا الجاهز ولا لا. وانا هقول لكم يعني انا هدوب اقول لكم تحدي وانا قد التحدي. قول لنا المقادير بقى النهارده ايه؟ معايا النهارده نص كيلو من الدقيق، تمام، عليهم 350 جرام زبده. عايزه تستغني عن الزبده وتخليها سمنه براحتك، انا النهارده هعمله بزبده. تمام ده الكحك اللي على البارد مش اللي على السخن. يبقى ده بقى بيبقى ما تفرقهوش عن الجاهز خالص يا مروه. هو ايه الفرق بين البارد والسخن؟ معلش. البارد والسخن بنقدح السمنه على النار وننزل بقى تش كده في قلب الدقيق. أيوة. وتشم ريحه الكحك وتشم ريحه الدقيق بقى كده. بس ده بيبقى تقيل شويه على المعده. اللي على البارد بيبقى خفيف وكمان هش كده وحلو بيطفي يعني كده دايب. معانا نص كيلو من الدقيق ومعانا 350 جرام من الزبده، وممكن نستبدلها بسمنه زي ما قلت. ومعايا 150 جرام من سكر البودره، ومعايا معلقتين حليب بودر. أيوة. ومعايا محلب او ريحه الكحك او فانيليا او ريحه الموز زي ما تحبي يعني، حسب الريحه اللي انت عايزاها. تمام. وفي ناس بتحبه من غير روائح خالص. تمام. وهناخد ذره واحده بس من الملح، ومعانا هنا نص معلقه بيكنج باودر. تمام يعني انا ذره الملح حطيتها على الدقيق. تمام يلا بينا بقى. اول حاجه هنبتدي بيها يا مروه، هحمص المحلب.
نص تحميص على النار وهطحنه مع سن الدقيق في مطحنة التوابل عادي خالص. طحنا بقى خلاص اهو المحلب. ايوه طحناه بشويه دقيق كده عشان هم حبه صغيرين، لو لو طحنتيهم كده في المطحنه عمرهم ما يتحنوا. حمصناهم عشان يطلعوا ريحه المحلب. هو ما بيجيش جاهز كده؟ لا ما بيجيش جاهز، بيجي كده، انما ريحه الكحك هي اللي بتيجي جاهزه. تمام. ايه الافضل؟ الاثنين يعني، كل حاجه وليها طعمه. في ناس بتحب تحط ريحه الموز، في ناس بتحب تحط فانيليا. تمام. كل واحد حسب اللي هو نفسه فيه. هنحط بس نص معلقه من البيكنج باودر. تمام. زي ما قلنا معلقتين اللبن البودره. تمام. 150 جرام سكر البودره. تمام. سكر البودره ايه لازمته بقى في الموضوع ده؟ لازم عشان عادل معاكي الطعم، عشان كحك مسكر. يبقى بس مش كتير. انا لا مش كتير، هم دول بس. هم بتتخن ليه؟ طبعا مش اي معجنات، اي مخبوزات بتتخن. هنحط كل الكلام ده يا مروه في العجان. ما عندكيش عجان بيستيبي ايديكي. احكي لي الاول بقى، طقوسك في العيد بيبقى عباره عن ايه مع عيلتك بقى قبل كورونا وبعد كورونا؟ لا 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 لا، ما بصي انا قبل كورونا هي انا بعد كورونا، بس لازم طقوسي في بيتي اول يوم العيد ده انا بروحش عند حد، حتى برضو ايام ما كانت ماما عايشه كنا نحب احب اول يوم العيد في بيتي. يعني احب ان بيتي انا اللي اكون رئيسته. ايوه. تمام. لازم بقى الصبح بنصحى نحضر الشاي بلبن، ونحضر الكحك، ونحضر بقى بسكوتاتنا وحاجتنا الحلوه الجميله دي. الشاي بلبن ده. بصي يا مروه، احنا عملنا ايه؟ احنا هنحط كل مكوناتنا. ايوه. في قلب العجان. تمام. ما عندكيش عجان زي ما قلت لك هنعمل ايه؟ على ايدينا وهندس الكلام ده كله. تمام؟ تمام. ينفع على الايد يعني؟ ينفع يدوي بالعجان اي حاجه اللي نفسك فيها يتعمل. طب ينفع في الخلاط؟ لا طبعا. ماشي. ان عجننا مثلا من حبينا نعمله على ايدينا هنبسته زي ما كنا بنبسته كده زمان طول عمرنا، مش زمانه بس كده بنبسته كده دقيق عشان نعمل. انما النهارده هنعمله بالعجان عشان ايه؟ اسرع واوفر. اسرع بالظبط كده. كده ده خلاص خلص اهي كده. انا عايزاها تتبس جامد جدا. ليه؟ لان احنا الكحك بتاعنا النهارده من غير سوائل. انت لما بصيتي على المقادير ما سالتنيش امال فين الميه يا شيخ ليلى ولا فين اللبن؟ لا ما انا عارفه ولا نستغرب. لا طبعا الكحك بيتعمل بميه او بلبن. احنا النهارده بنعملها من غير ميه ولبن. لا والله لا بتاع الشيخ ليلى بس. ها النهارده بدون سوائل. ليه؟ لان السوائل احنا بنحطها عشان تلم معانا العجينه كده كده. احنا النهارده لميناها بزبده. زبده بس. وده الفرق، ان احنا هنحط على الكيلو من الدقيق نص 50 جرام من الزبده زياده او 50 جرام من السمنه زياده. بدل السوائل، لان السوائل فيه سيدات كتير ما بيعرفوش يظبطوها، فبتنشف معاهم الكحكايه وتطلع ناشفه جدا. لكن لما تبقى كده من غير سوائل ولا لبن ولا كده بتبقى احسن. بكده خلاص العجينه اهي خلصت. معانا من غير اي سوائل يا مروه، اتفقنا ان احنا النهارده من غير اي سوائل. يبقى حطينا كل مكوناتنا في العجان او في ايدك هتبسيهم من غير اي سوائل. بس هتاخد وقت طويل قوي لو بسناها في الايد ولا ايه؟ ربع ساعه. ربع لو ساعة. في العجان خمس دقايق بس خلاص. يعني نقعد نبس فيها بقى ربع ساعه ما تبسها. بس هتاكلي حته حكايه. طب معلش سؤال، امتى نعرف ان هي خلاص كده اتبست وبقت مظبوطه ان احنا نعملها بقى؟ لما تيجي تعجنيها ما تشققش معاها. ايوه. نيجي نكورها كده. الله ده عامله زي البيت الفور. امسكيها كده وشوفي ملمسها يا مروه. بصوا بس ادي كل بصوا شكل العجينه. بصوا كمان يعني بصوا لما عجناها كده ما شققتش ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله. بصي يا مروه العجينه ملمومه وزي الفل. قمر قمر قمر. لو مش عندك عجان تقدري بكل سهوله تعمليها في على ايدك وفي البيت وتبسيها. ده بقى بتاع بالظبط بقى بتاع اشهر المحلات. ايوه. ايه انا صحيح عايز اسالك ايه الفرق ما بين المحلات؟ ليه بيطلع بتاع المحلات مظبوط ما بيحطلوش سوائل؟
ما بيحطهاش زيك. هي اللي بتلعب معاكي الدور انها تنشف لك الكحكايه تخبطيها ترد عليك. انت من زمان بتعملي الكحكايه؟ لا انا برضو انا على قد كده، انا بحب برضو اللي بيستمنه بقى السخنه بتاعتنا بتاعنا البلدي ده. ايوه لو الاطحل ايوه بس بنعمل ده ونعمل ده. انت من زمان بتعملي الكحك يعني متعوده تعمليه دايما في العيد؟ على طول. احنا طبعا النهارده بنعمله معاكي، لكن يعني في الاعياد اللي قبل كده بتعمليه مع اولادك وبناتك وكده ولا انت بس اللي بتعمليه؟ مع اولادي ومع اصحابي بنتلم كلنا ونعمله. وسيجان بقى والكلام ده؟ ايوه 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 طبعا طبعا طبعا. طب وديتي العيديه لكام واحده لحد الان؟ انت جايه طمعانه تاخدي العيديه؟ هاخد بعد ال بصوا مروه النهارده جايه تاخد العيديه، جايه اكل كحك وجايه مش عارفه وجايه اخد عيديه كمان. بصي يا مروه بقى فين البسطمه بتاعتنا؟ لا معلش عايزه اوريها لك. اتفضلي. يعني بص البصمه. ايوه اعمل لك واحده. ايوه انا عايزه اعملها. بصوا لا يعني انت ازاي بقى بتعمليهم الاثنين يعني كلهم؟ يعني لو لاحظتوا هتلاقيه لما يطلعوا ايدك انت كلهم قد بعض. تحكمك انت ايدك، خلي دايما ايديكي معيار. احب اقول دايما لكل ست عايزه تعملي بالمنقاش برضه هيشتغل. بس بقى عشان يبقى جاهز في جاهز نعمله كده البسطومه، ما تلعبيش فيها مرتين. بصي بوظتي شكلها، عايزه اعيديها انت بقى. هعمل معاكي بقى ايه؟ بيغنوا له بقى ده، بيقولوا له يا كحك العيد يا بسكويت يا بسكويت. ايوه ايه قولي لي الاغنيه. لا بجد قولي لي. يا ريت والله بعرف اغني. طب قوليها لي وانا هغني لك عادي. ايوه ما انا بقول يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. دي كانت اغاني حلوه طبعا. مش كنا بقى امي وامك وكل الامهات كده يتلموا عامله له أيوة. وننزل بالبسطام. اكيد اللي هتلاقوها معموله كده غير بتاعتها اكيد مش بتاعتي. بتاعت ايه؟ مدام ليلى اللي عامله. بس بتاخدوا حته كده، هي بتاخد على قد ايديها حته صغنونه كده اهو. كل العيال بيجي لك بقى ويدوك وتديهم بقى عاديه وكده. كله بقى اولاد اختي. كبرت العيله. ايوه انا كبرت العيله ومرات الكبير. وبيجوا لك بقى الزيارات وكده كله بقى ولاد اصحابي، ولازم اروح اعيد على كله حتى اللي ما بيجيش انا بروح اعيد عليه. ايدي دوريها عادل. انا حاسه اني قاعده مع ماما. ايوه بتقول لي بصوا ايوه طبعا لازم عشان يبقى كل الكحك الشكل بعضه وسوا. ايه اللي انت عاملاه ده؟ مش عارفه ان انا بقى ما بحب اعمله بمزاج، اعمله بالميزان بقى. اطلع الميزان اطلع كل واحده قد الثانيه عشان تطلع عشان تطلع قد بعضها ومش هتفرش بقى زي ما جبت قبل كده. انا بصراحه عملت قبل كده بس طلعت يعني تجربه كويسه يعني والله كانت فاشله على كويسه. لا 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 نسال الباشمهندس يعني الباشمهندس بص حضرتك لازم لازم. لا بس والله لا بجد بقيت ممكن ندلعه بقى تيجي ندلعه. جينا بقى عشان ندلع الكحك شويه بقى ونحشيه بقى طبعا ملبن. وايه في بقى ناس بتحشيه ملبن، في ناس تحب تحشيه عجميه، في ناس تحب زي كده احب احط له عين الجمل بس كده. ايوه اهي ونقفل عليها. ايوه نخبيها. المتاح عندك؟ المتاح عندك واللي موجود في بيتك هيطلع زي. بصوا دايما اقول طالما بتعملي حاجتك لاولادك بحب هتطلع حلوه قوي زي القعده بتاعتنا دي كده. بالظبط كده تطلع كده قمر قمر قمر. بس على فكره في ناس كتير بتحبها بالملبن اكتر. انا عندي البنات مش فيها في الملبن وبالعجميه كمان حلوه قوي. العجميه برده سهله وبسيطه قوي بتتعمل في البيت بكل سهوله العجميه. بص هي يعني سبحان الله ايدين مدام ليلى عارفه المقدار بتاعها بالظبط، لكن انا باجي اعملها بلاقيها صغيره شويه وسط لا شويه مش عارف ايه كده. لا لا هتطلع برده اموره زي كده يا مرة. فرحه بقى الكحك ده والولاد قاعدين حواليكي وبينجوشوا كده زي مروه بالظبط، بيعملوا لي واحده صغيره وواحده كبيره وافضل انا اقول لا ده صغيره لا كبري لا صغري. بتسيبيهم يعملوا معاكي ولا بتخافي يبوظوا الحاجات دي؟ طبعا طبعا ده فرحه العيد. أيوة. وفرحه الكحك ان الولاد الصغيره تبقى قاعده جنبك. واللي يعمل عروسه بالعجينه واللي يعمل مش عارفه ايه دي فرحه. أيوة. الاطفال والسيجان اللي كانت بتروح من هنا لهنا طبعا طبعا وتحطيها على راسك وتروحي بيها الفرن. فاكره وتودي العيال ماما تشيلني انا اكتر واحده تقول عشان انت اطول واحده الاطول يشيل اكتر. ما كانش فيه لسه بقى الافران بتاعتنا ولا لا 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 ما فيش بقى. كان ده كان
بصي هي كانوا يروحوا مثلا ام فلان بتروح تجيب السجاد ماشي من فرن بعد ما تخلصها بتدخلها لام فلان، ام فلان تدخلها لام فلان، وتفضل السجاره تلف وفي الاخر يوم الوقفه تروح لبتاع الكحك. والله بجد والله العظيم انا اول مره اعرف الحته دي. هو ليه ما كانش في افرام عندكم زمان يعني بس عشان كده كنت لا انت بقى في الافرام دي كانت في الارياف، انما احنا كنا هنا في القاهره ففي القاهره هنا ما فيش، ماما ما كانش عندها فرن كبير. اولا ده كانوا بيخبزوا مش بيخبزوا زينا كيلو. امال ايه؟ يعني انا عن نفسي ماما دي كانت بتعمل للعيله كلها شوالات الدقيق مثلا 10 كيلو كحك، 10 كيلو بسكوت، 10 كيلو بوتيفور، 10 كيلو غريبه. لا والكحك كمان ما بنعملوش عشان العيد يعني، احيانا بنعمله عشان خاطر في الافراح للعروسه، كلنا بنقعد بقى نعمل بقى للعروسه ونعمل بقى ونقعد نغني بقى يا كحك العيد يا كحك العيد يا احمد كده عشان العجينه تتشاف. العجينه بتاعتنا فاتحه ازاي وجميله ازاي ومروه بتعمل حاجات مكعوره ازاي. بصوا كده اهو مروه ينزل كده ايوه عشان تطلع كحكيه مفروده. طب ينفع اعملها تاني؟ انا كده بوظت لك. لا ولا يهمك. لا والله بوظت شكلك. لا يا حبيبتي ولا يهمك. بتطلع بس المفروض. ايوه. هو ده مقادير كام يعني؟ ده نص كيلو من الدقيق. يعني يعمل قد ايه مثلا؟ بيطلع كيلو كحك. كيلو كحك. بيطلع كيلو كحك. كيلو كحك. ويمكن اكتر كمان. يمكن يطلع معاكي كيلو وربع. انا مبسوطه بالكحك ده عشان الكحك هي صغنونه كده. لا جميله والله. جميله ولسه كمان ايه؟ لسه ادقها. بتريح بقى في الفرن كده مع نفسها وبتطلع مدوره كده بس قلت ده تحدي. واحلى حاجه فيها ان دي مش بالخميره، اولا مش تقيل، تاني حاجه الخميره بتضيع البصمه دي من على الوش بتخلي البصمه بتروح. ايوه صح. انما كده مش هتروح. بالبيكنج باودر احنا عاملينها. بالبيكنج باودر من دون ايه؟ طبعا في اخر الحلقه هتقول بدون ايه؟ بيكنج باودر بدون خميره. لا بدون ايه؟ بدون سوائل. سوري 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 سوري. مش هتفوز معانا مسابقه النهارده يا جماعه ومش هتفوز. ايوه قولي لي بقى بتعملوا ايه في العيد؟ ما قلتليش انت اصلا. ترمس بقى نكون عاملين الترمس قبل العيد كام يوم. الترمس بقى والحمص والحلبه. الفول ده اللي احنا كنا الحلبه اللي بتبقى في الحلبه المزرعه. انا مش عارفه. ونجيب بقى شوكولاتات وبونبوني ولازم الترابيزه تبقى مليانه من كل انواع الشوكولاتات والبونبوني. ايوه عارفاه. طبعا لازم. والصبح كده كانت ماما الله يرحمها يا ماما وانا بقى متعوده بقى من بعدها محفظتي دي اول ما نصلي العيد وارجع بقى قول له بقى انا هاخد دلوقتي البتاع ده اللي هو العيديه اللي هي بتبقى جديده كده من البنك ده. انا مش هاخدها كده عارفه مش هاخدها شويه شويه. هتقولي مش هاخدها بمصر. شفتوا بقى هاخدها بالدولار شويه شويه. بتقولي مش هتاخدها مصر. لا مش هاخدها كده. هتاخديها كحك. عايزه انا ما بحبش اخد العيديه. هديها لك كحك. ايوه يلا. لا بصراحه هو الكحك ده يتاكل اصلا كده حاف بصراحه. دي عمرها ما هتتاكل حاف. دي بتاعتي؟ ايوه. هي معروفه بس. لازم اتاكل تحت قوي كده صح؟ عشان نفرد الكحكايه. طب واللي ما اتفردوش نعمل ايه؟ حضرتك انت اللي عاملاها. طب هاخدها وانا ماشيه. لا هعملها لك كده. بوظيها لي بقى. بوزي انا اللي بوظها لك برضه. بوظتيها خالص ازاي؟ تسلم ايدك والله. كده ما باظتش؟ لا ما باظتش حلوه وزي العمر. تسلم ايدك. تدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180. درجة حرارة 180 بالظبط. عشان لو قللتي اكتر من كده هي مش هنفتح الشواية؟ لا 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 هي على درجة حرارة 180 وتحت على عايزة تخليه على 170 وتفتحي له المروحة يطلع لون من فوق ومن تحت واحد يعني حاجة كده قمر من الآخر. طب امتى نعرف ان هي استوت؟ لما تلاقيها سابت السوق. وكمان تلاقيها من تحت لونها اتغير. تمام تسلم ايدك. تعالوا بقى ندخلها الفرن. ياخد بالظبط 20 دقيقة في الفرن. 20 دقيقة بالظبط يا جماعة. تمام يلا بينا. يلا بينا. ويا كحك العيد يا بسكويت بصوا بقى. الكحكايه طالعه حكايه. دي المفروضه دي بتاعتي. بصوا دي بتاعت مروه المبقيه الكلوزه دي. ايوه بصوا
انا عايزه بس اوريكم قد ايه هي من تحت كمان مش محروقه مننا ومظبوطه. انا هدوق بقى. انا عايزاكي كده في طبق وعملنا الشاي بلبن بقى ونبتدي بقى في طبق تشوفي كده نوميه الكحكايه. انا هدوق على طول لسه اشوف الطبق. ايوه لازم. بصي بقى الكحكايه من جوه. لو الكاميرا تقرب للكحكايه كده بس دوقي بقى وقولي لي حكايه. كانها جاهزه بالظبط وحياه ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزه ادي نصيحه لكل ست بيت يا مروه. ما بنسكرش الكحك الا وقت الاكل بس. انا متهيألي كده ممكن نختم بقى ونقعد ناكل. مش عايزه دلوقتي هي تدي اي معلومات. هي دلوقتي عايزه تقعد. يلا صب الشاي. بصي كمان هصب لكم بقى الشاي باللبن بتاعنا. عاملين بقى شاي بلبن كده. خلاص بقى احنا نستودعكم الله. عايزه تنهي الحلقه مروه دلوقتي مش فاضيه. عشان ناكل طب بقى. طب ندي معلومه طيب للمشاهدين. السكر ما يتحطش الا امتى؟ ساعه الاكل بس كده. انما ما تبدريهوش كله وتشيله. وبرده ممكن نديهم نقول لهم المقادير مره ثانيه. نقول لهم المقادير مره ثانيه. نقول مقادير الكيلو عشان لو ست بيت عايزه تعمل. قولي بقى براحتك مع نفسك. كيلو دقيق عليه بسم الله الرحمن الرحيم 650 جرام زبده. كيلو دقيق عليه 650 جرام زبده عليه معلقه محلب او معلقه ريحه كحك او ريحه اسانس الموز. تمام. وذره ملح ومعلقه بيكنج باودر و 300 جرام سكر بودره ومعلقتين من اللبن البودر. والتكايه بقى ايه؟ التكايه ايه؟ بدون سوايه. بس هنسقف لمروه النهارده على احلى كحك النهارده طلع على وش مروه زي ما انتم شايفين كده. قمر 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 ما شاء الله بجد والله. الكحكايه بتدوب في البق دوب كده اصلا يعني كمان ايه ولا محروقه ولا اللي هي الجامده دي ولا بقى تحطي سوائل وينشف منك وتخبطيه في الحيطه ودي نفسي اديكوا الدهون وتفضلي جد. تسالي بقى اختك وجارتك الحقيني ده نشف مني. طيب ده شقق مني. ده شقق مني. انسي السوائل خالص. اعمليه زي اشهر محلات الحلواني بيعملوه بدون سوائل وعلى ضمانتي وجربوه. بس بصوا بقى انا يعني خلاص انا بعد الحلقه دي هنهيها بقى واقعد انهي على الكحك ده كله. يا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم واتبسطتوا معانا وادخلنا كده البهجه والسرور والعيد ليكم كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير. يا رب يجعلوا عيد سعيد علينا جميعا. واستنونا بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله هنعمل معاكم بسكوت بقى احلى من كمان من الكحك وبتشفور كمان. بس في الحلقه الواحده. انتظرونا. انتظرونا. مع السلامه. مع السلامه.